الو، لا انا مش سوكا يا اسطى عبد الله، ولا اقول لك يا ابو ادم. ايه مال صوتك اتحاش ليه؟ اتخضيت؟ اجبرني بكلمك من تليفون الواد سوكا الله يرحمه. اسمع يا ابني، انا ابنك ادم عندي، بضاعه تجهزها لي وتستنى مني تليفون عشان اقول لك هتجيبها لي امتى وازاي. ولو حاولت تلعب بديلك انت عارف انا ممكن اعمل ايه. ابنك ادم ده هقطعهولك حتت وابعتهولك في كياس، وانت عارف ان انا شاطر في الحكايه دي. حياه امك، لا طلع على جتت اللي خلفوك القديم والجديد علشان تبقى عبرة لأي كلب يحاول يلاعب مهران الشيمي. في إيه؟ مهران خطف آدم. يا نهار أسود ومنيل يا حبيبي يا ابني. عايز البضاعة اللي خدتها منه إيه؟ ما هيموت الواد. إديله اللي هو عايزه يا عبد الله، الضفر اللي بيطير بالواد بالدنيا وما فيها. أنا هروح له واللي يحصل يحصل. تروح له فين؟ تعالى هنا. ده راجل مجرم وما عندوش ضمير، ده غدر ومالوش كلمة. هيعمل فيك أي حاجة يا عبد الله. يعمل اللي يعمله يا غالية، أنا ماليش غير آدم، هو ده اللي بتاعك ليه من الدنيا. رجوع ابنك مش مضمون. بالعقل كده يا عبد الله، رجوع آدم مش مضمون. ده الراجل مجرم وملوش كلمة وغدار. وبعدين أكيد هيبقى عايز يفش غله منك من اللي أنت عملته فيه. ساعتها ممكن يغدر بيك أنت وابنك ويحرق قلبنا كلنا. أعمل إيه يا غالية؟ طب دبريني أعمل إيه؟ دبريني. حاجتين مالهمش تالت. يا إما تعرف هو مخبي الواد فين وتحاول تجيبه، أو إنك تمسك كارت عليه وتزله بيه. أكيد عنده نقطة ضعف ممكن نمسكه منه. بقى أنت تعمل كل ده؟ عايز تعلم على مهران الشيمي؟ أنت عارف يا عبد الله أكبر غلطة غلطتها هي إيه؟ إن أنا ما خلصتش عليك. كان لازم تحصل البيت قريبتك. بس الشهادة لله قلبه ميت. أنا لما قالوا لي إن أنت جاي لحد هنا برجليك عجبتني الحركة. ما هو الضنا غالي برضه ولا إيه؟ مش الضنا بس اللي غالي، واللعب لسه ما خلصش بينا مهران. اسمه مهران باشا قلق. استنى يا راضي. لعب إيه اللي لسه ما خلصش بينا؟ أنت تقصد إيه يا عبد الله؟ لما سألت على عز وعليك ما قالتلكش لا عزيز ولا غالي. بس لما فتشت كويس لقيت دودي. دودي؟ اه دودي. ست حرمك. نقطة ضعفك اللي روحك فيها. مش دي برضه دودي؟ ايه ده؟ أنا ما كنتش عايز ألعب معاك اللعب ده. بس أنت اللي بدأت وأنت اللي اخترت. أنت عارف أنا ممكن أعمل فيك إيه؟ أنا عايزك تهدى عشان نعرف نتكلم. ابني عندك ومراتك عندي. ابني يرجع مراتك ترجع لك، ونقطة من أول السطر ونخلص اللي بينا. رجالة في بعض، فارس لفارس. حريم ولا عيال؟ قلت إيه؟ راضي، ابعتوله ابنه عند بيت عباس. لا لا لا، عايزك تكمل جميلك. الواد يروح على قهوة الرئيس بدر، هو مستنيه دلوقتي. اعمل له اللي هو عايزه. المهم دودي. دودي حلو زي الفل. في الثانية اللي الواد هيرجع فيها هي نفس الثانية اللي دودي هتلاقيها في البيت عندك مستنياك. بس أنا عايزك تبقى فاكر حاجة كويسة أوي. عايزك تفكر في اللي حصل ده، عشان لو شفت منك دقة نقص هتربقها فوق دماغك.